الزول في اللون، مرحبا اسوان، ان شاء الله هاتي لي لاباس. هسه كما تعرفوا سي جودي الخميس 29 اوت 2024، مرحبا بكم بور سيت بروميير باردون دوزيام سكوند فيديو. الوغ طلعت شويه لا تمبيراتور، رانا في وقيله 31 درجه 33 فوالا هوب، كان قبيل 31 دوكا راهي 33. الله غالب هذا هو الصيف كيما يقول واحد، سي سا سي موا دوت. راكم تشوفوا مليح في الكويس تاعي نو؟ ها؟ هاي لينا؟ كانوا بزاف اللي غيرهم ها؟ تشوفوا مليح ولا نزيدوا شوية هكا؟ أي أوب لا هكا خير، باقي لك راهي، الله خير. موت يا فار موت، عمي العربي صحراوي الله يرحمك يا عمي العربي. يا موت يا فار موت. هيا سيدي هكا باسكو الله يا سيدي باسكو الناس كاينه بزاف الناس اللي ديرونجيهم ديرونجيهم لي كويس تاعي. هيا سيدي هكا خير والله العظيم كاع والله. الوغ قبل ما نهضر على الدواعش تاع والطالبان تاع افغانستان، هو الموضوع تاعنا، راح نتكلم على افغانستان، على الدواعش وعلى الطالبان تاعنا احنا هنا في الجزائر. داكوغ الي نبداو بواحد السيد ولا سيدة ولا او وين راح هذا؟ خير خبرك؟ اوب باردون شيزي مو الي. قلت لكم كاين واحد الناس، كان واحد الدعشي ولا دعشيه، انا بالي دعشيه باسكو حاطه في البروفيل تاعها قطه. دونك هذه خطر اللي فات تكلمت لي على الشورت وعطيتها صفعه، انا حسبت راحت، عاودت جات عاودت جات. واش تقول لي؟ تقول لي الحمد لله كي نحيد كي لبست سروال وشطرت روحك، كي تلبس سروال حنا نتبعوك ونسمعوك، وكي تلبس الشورت ما يسمعوكش، يعني باش تشوفوا يعني الوقاحة، الوقاحة نتاع الناس. يعني ما نعرف مرا ولا راجل، لا دعشية ولا دعشي، والله ما على بالي. شوف يا واحد الدعشية هذه سميتي روح كنزي عمر، كنزي عمر هذا، كنزي عمر هذا شفت لا فيديو لاشين تاعو اللي كتب لي منها، عنده 2 مليون دابوني. ديما نروح للمليون ما نعرف على واش، عنده 2000 والله غير غلطه، واش 2000 200 نو 20 نو، عنده 2 زابوني، عنده 2 زابوني من لو 9 اوت 2017. حلها لا فيديو هذه تاعو لاشين هذه، حلها لو 9 اوت 2017. زيرو شان، زيرو يوتيوب، زيرو فيديو، والو بيان. هاد السيد هذا ولا السيده هذه ما عجبهمش الحال، قال لك لازم تكون بريزونطابل اسي، لازمني نكون بريزونطابل باش يسمعوني هاد الناس هذا، ولا باش يسمعني هاد الدعشيه هذه ولا هاد الطالبان هذه. شوف يا واحد الدعشيه، لا يا واحد الدعشي، اني قلت لكم ونزيد نعاودها لكم درك، ايها الدواعش ايتها الدعشيات، راني ما نسحقكمش سيغ ما شان. ها لاشين هذه سي اون شان بريفي نتاع سيدكم منصف رضا، ندير فيها واش ظهر لي ونلبس فيها واش ظهر لي، ونحب الناس اللي كيما انا اللي يتفرجوني واللي يسمعوني. انا الدواعش كيما نتوما راني ما نسحقكمش، كونوا شوي عندكم نيف، كونوا شويه رجاله ولا نساء حلات، على بالكم يا ناس، على بالكم. شوفوا هذا سيدكم المنصف، لو كان واحد يقول لي الكلام كيما هكا والله العظيم غير شوف نبلوكي هادي، نبلوكيه افي، عرفت شو افي؟ ما نجيش نسمعوا افي من توما يا ابن عمي، انتوما والله العظيم ما نعرفني خرجتوا، ما نعرفني جيتوا، وجوهكم قزادر جو سي با كيفاش، وجوهكم قزادر ما حبيتوش تفهموا باللي ماشين هذه راهي لاشين بخيبي تاعي، وراني ندير فيها واش نحب. واحد من الجيم يدبر عليا، لا نلبس سروال لا نلبس قميص لا نلبس شورت لا نلبس سليب لا نقعد هكاك، واحد ما يدبر عليا. انسان اللي ما عجبتوش لا فيديو ولا شاف باللي عنده حرج في اللبسه تاعي ما تبعش لاشين تاعي خويا، خلاص سيتو ولا قبي روحي شوفي اون شان اخرى. راه ما تلقاوش واحد، شوفوا انا نتحداكم، لو كان تلقاو واحد يقول لكم كيما هكذا نتخطاكم،
كل الناس اللي يقول لك بارطاجي ديروا لايك، انا والله العظيم ما نحب تبارطاجي، ما نحب ديروا لايك، ما نحب نعجبكم، ما نحب والو، نحبكم تروحوا تشوفوا دوطرو شان، ما تشوفوش لاشين تاعي. اي اون دينيتي، لازم يكون عندكم اون دينيتي يا ابن عمي، ما تبعونيش انا. هذا كنزي هذا عمر، سواء راجل ولا مراه، راهو كي تقولي لي بلي راني نتبعك، والله غير على بالك نحب نتقيه، والله بريمارمون نحب نتقيه، ثانية نحب نقفل لا فيديو هذه خلاص، اون فوا بور توت يوتيوب، ما عادش ندير يوتيوب. ما تبعونيش يا خويا، ما تبعونيش يا اختي، روحي شوفي دوطر فيديو. ما نحبش ناس كيما نتوما، نتوما فوم ديكوراجي، ما نحبش نشوفكم ناس دواعش كيما نتوما، جو با، ما نحبش. سبحان الله، ما تفهموش، سبحان الله. هاني نزيد هذا الكف هذا اللي نعطيه لك ليك انتي، هذا ولا هذا كنزي عمر هذا، وان شاء الله تكون بحل وتروح، ما تجيش تعاود تجي. انا حسبتك رحت، ثانيتك انت قاعد تتبع منا وتجي تقول لي الحمد لله، واش من الحمد لله هذا؟ راك تزيد تغششني كي تقول لي كيما هكا، خاطرش انا لو كان على بالي ايام راح تسمع لا فيديو، والله ما نديرها. يا سيدي، ما نديرش لا فيديو للدواعش كيما نتوما، من سي با لا بان، اذا غير راني قاعد نقلق في روحي ونهضر باش يسمعوني دواعش كيما نتوما، اي با سي اون كاتاستروف، هذي سي اون كاتاستروف. جاب ربي بلي راكم في زوج ثلاثه والباقي كامل الناس يستاهلوا كيما قال واحد. كونوا رجاله ولا كوني امراه فحله، ما تجيش تبعي، ما تبعيش، راهي شوفي دوطر شان سي تو. انا ما تعجبنيش شان نطفي، نروح نشوفي دوطر شان. نزيد نعطيك حاجه باش نعد لك الرجال والناس كيفاه تمشي. انا خطره دخلت انا وخويا لواحد القهوه، السيد بتاع لينا ما جاناش، طليت عليه قلت له خويا، قلت له ما كان عنده حتى واحد، جا ما قاليش من با مرحبا بكم ولا تفضلوا ولا واش شرب. قلت له جيب لنا زوج قهاوي، راح جاب لنا زوج قهاوي وجوج كيسان محطهم. شوفوا نعطي لكم كيفاه باش دار اخت اخرى ديروا كي الرجاله ولا كي الناس الفحوله. ما عجبتناش الاستقبال نتاعو، ما عجبناش هذه الاولى. ثانية كي شفنا القهاوي ما يشبهوش ميم با الشربات، شفت تعرفوا الشربات ما تشبهش القهوه نتاعو ميم با الشربات، ستادير سي دولو، سي دولو مي ميلونجي كابل هذا ما كان، و جوج كيسان ما نقول لهم دي جو دو شوسيت، ها سي دي جو دو شوسيت. فوالا تو خويا قال لي على حسب شوفها، قال لي هذه ما هي قهوه، قلت له هيك ثاني نشوف فيها ما هي قهوه. دقيقة دقيقة نفسنا، دخلي كيك دخلي كيما دخلت عنده الكونتوار، جبت صورت خلصته في زوج قهاوي. قال لي يا سيدي بالعقل ماكمش هاربين، قلت له لا لا، قلت له خلصوك يا سيدي، ما دريناش تاع عندك الغاشي ما دريناش. خلصته في زوج قهاوي وزدت روحي قعدت باش يشوفني بلي قعدت، هضرت مع خويا واحد دقيقتين، قلت له يلا يلا جينا ماشيين، خلينا له القهاوي مليانين ما ذقناش منهم، والله لا ذقنا منهم حاجه، والله ما دخلت فمي رشفه، هما وجوج كيسان تاع ما ومشينا. على بالكم شحال عندي ما دخلتش القهوه هذيك، تقريب 7 طون، 7 طون لليوم ما دخلتش القهوه هذيك، وما ندخلها ما نسلوش، هذه قهوته راح نقعد نتقابض انا وياه، نروح نقول هذه قهوه ما عجبتنيش، نروح نقول يبدل لي القهوه نحصل انا وياه، ما نخلصوش القهوي ما تصلحش. لازم نكون في حل، لازم نكون راجل. طلبت جوج قهاوي عطاهم وني نخلصهم، زيدو زيدو باش نقول له بلي قهوتك راهي مش مليحه، خليت له ميساج خليناهم له مليانين وتقعدنا رحنا. لازم تكونوا شويه عندكم شويه، عندكم شويه مخ وعندكم شويه دينيتي يا ابن عمي، روحوا ما تتبعونيش نتوما دواعش على ارواحكم ودعشيات. انا الدواعش خاطيني، انا الدواعش خاطيني، ما تتبعونيش، ما نحب تجوني اليوتيوب تاعي، ما نحب تجوني الفيسبوك. فوالا واحد السيد ثاني هذا ماذا مسيو بوسيف، هذا مسيو بوسيف شعيب هذا، على كل حال وصفني بشيطان، مش مشكل راني فهمتك، قلت لك الشيطان هو انت، انت قلت لي لا اني انت هو الشيطان، دونك هو الشيطان هو واحد كيظل عنده حوايجه نتاعو سيئين. على كل حال نخليو لي زانترنوت هما يقراو التعليق نتاعك ويقراو واش قلت لك انا ويشوفوا شكون هو الشيطان، هذه ما كنحتمش عندك، الباقي نحترمك ونحترم الشيء اللي قلت. سي بوسيف شعيب هذا او سير اليوتيوب، تقدر تشوفه سير اليوتيوب،
سيبو سيف شعيب حتى هو عنده دار الفيديو تاعو نهار 29 جانفي 2019 عنده 7 ابوني 7 عنده 0 فيديو. السيد هذا قال لي انت شيطان على حسابه هو بلا ما يقول لي علاش، قال لي غلط. قلت له انا فاش غلط؟ كتب لي رجع لي وقال لي الدولة على حسابه هو الدولة اعطت كل شيء للشعب والشعب هو الفاسد على حساب هذا مسيو موصيف شعيب، الشعب فاسد والدولة اعطت كل شيء للشعب، دونك على حسابه هو لازم نغيروا الشعب على حسابه هو. فوالا هو شي يقول هذا مسيو بوشيف شعيب يتخوف كو ليتا ا تو دوني او بوبل سوف كو لو بوبل فزت على حسابه هو وخلاص. هذا مكان ايه وما عرف واش قال لي النفاق ولا ما عرف واش ولا التفرقه ولا ما عرف واش يقول. على كل حال يا خويا انت قلت وانا سمعت وحنا رداني خليت لك لي ميساج نتاعك باش الناس يقراو ويعرفوا واش راك تقول. بتات راني غلط انا، بتات راك انت اللي عندك الحق، بتات الشعب فازت عندك الحق، بتات انا على كل حال انا ما شاطركش خاطر انا على بالي باللي الناس اللي تسير مش الدوله، الدوله راهي مؤسسات باش يكون في عينك. الدوله راهي مؤسسات نزيد نعلمك في حاجه، اذا انت على الاول تقصد باللي كاين كيما قال لك يغروا الشيطان وما نعرفوش، انا الشيطان هذا ما نمنش به، انا على بالي باللي الشيطان راهو راجل، راهو انسان. و كما قال الانسان انا نقول باللي الناس المسؤولين على الدوله هما السبايب واش راهو صاري للشعب درك، هما السبايب واش راهو صاري للشعب درك، وما عطاوش 10% من الشيء اللي يحتاجه الشعب، ما عطاو لهمش 10% باش نتفاهموا مليح، 10% 5% ما عطاو لهمش، خاطرش لو كان عطاو لهم الشعب راه ماهوش كيما هكا، لو كان قروهم كيما يقريو في ولادهم الشعب راه ما يخرجش كيما هكا، لو كان خلاو عطاو للناس وين يسكنوا الشعب راه ما يسكنش في الكازمات ويسكن في تحت الحيوط وتحت لو كان عطاو كلش للشعب الشعب راهو ياكل ويشرب ولا باس عليه. دونك انت تشوف العكس رايك على كل فوالا. دونك نروحوا للموضوع تاعنا، الموضوع تاعنا هو طالبان. يا اخي شفتوا طالبان عياو يحاربوا فيهم الامريكان، ومن بعد الامريكان قال لك استنى تشوف خليهم ياكلوا بعضهم، خلي الداب ياكل الجحش. جبدوا رواح من افغانستان وخلاو الطالبان دخلوا حكموا الحكم. طالبان راكم تعرفوهم دواعش، حتى هما دواعش كبار. شكون هو اللي راهو يعني يخلص في هذه الامور كامل؟ هو الشعب الافغاني، سورتو لا فام. انا نطلب من كل واحد اللي يسمع فيا وماهوش داعشي وماهيش داعشيه، الوغا اون بونسي بوغ سي فام اللي راهم يتعذبوا مساكن واللي راهم تحت جهنمة نتاع طالبان هذو اللي جايين ورجعوا حياة نتاع الناس، رجعوها لهم جهنم. هاد الطالبان هذو علاش راح نتكلم عليهم؟ باسكو فيان دو فيغ اون لوا جديدة، داروا اون لوا، وهلا اللوا هذه فيها بزاف حوايج. واش فيها؟ الأولى يمنع، هلا اللوا تمنع كل امرأة تمنع تخرج لبرا وتتكلم. لا فام نا با ا بارلي دون لا رو، هذه الاولى. ا بوتيتا لا فام ما عندهاش حق تخرج لبرا وتتكلم، لازم ملي تخرج من دارها تقفل فمها وما تهدرش، ما تقول لا صباح الخير لا مس الخير، لا تشوف واحد يقول لك قداش هذه، لا تقول واحدة قسني ولا كذا، لا تقول خويا شحال الساعة، لا ممنوع عليها تتكلم في الزقاق،
هذه بتي أ. بتي بي، لا فام ما عندهاش الحق باش ترفع صوتها في الدار ولا تغني ولا تعيط وصوتها يلحق لبرا، خاطرش قالك صوتها عورة كيما الدواعش اللي يقولي بلي فخاذك وهادو عورة، حتى هما راني جايكم حتى هما يتخوف بلي لا فوا دو لا فام راهي عورة وما عندهمش الحق يعيطوا في ديارهم يهضروا بالعقل باش ما يخرجش الصوت نتاعهم لبرا. بوتي سي، بوتي سي ابخي لا فام. دوك الرجال، الرجال عليهم ان يلبسوا ويدرقوا رواحهم ويدرقوا لو كوغ نتاعهم من الرقبه حتى تحت الركبه حتى لهنا، فوالا كيما قالت هذه التعشيه هذه. كيف كيف التعشيه هذه مش بعيده على الطالبان، حتى هي لازم الراجل بعد يدرق فخاذو ويدرق تو لو كوغ تاعو، حتى هنا حتى هنا ما كانش حتى باش يشوفوا ذرعيه، نو عوره لازم يدرقوا ذرعيهم ويدرقوا الاخر حتى هنا حتى بعد الركبه. هذو الرجال باش تشوفوا كيفاش عايشين ناس تحت حكم طالبان، وباش تشوفوا يا دواعش ويا دعشيات باللي راكم ماكمش بعاد على الطالبان نتاع افغانستان، والجزائر راهي مقبله باش حتى هي تولي كي كابول وكي بيشاور مادام فيها وحده ولا واحد كيما هذا اللي سمى روحو على باليش نسيتو، هذا كيف اسمه، هذا كنزي عمر. ما هيش بعيده الجزائر باش تولي ناس كيما هذو. على كل حال انا والله تاسفت لهذا الشيء اللي ابصاري لهذا المساكن هذا الطالبان هذو، ويعني انا واش نقول لكم، الطالبان هذو دوكا باش يحاربوهم هذو شكون اللي يقدر يجيب لهم، يجيب لهم لي بويسونس دو موند. لي بويسونس دو موند قال لك نو، قال لك حنا ما نزيدوش نحاربوهم، خلي ياكلوا بعضهم وحدهم، الله يسهل عليهم، خلي ياكلوا بعضهم. انا لو كان لقيت هاد الطالبان هذو لافغانستان هذو مساكن، انا ما عنديش باش نوصل لهم الميساج نتاعي. نورمالمون ما يبقاوش يخرجوا، يهربوا يدخلوا كيف اسمه لي بيي اللي بحذاهم هذوك، وكل خطره يهربوا حتى يخرجوا من البلاد وخلاص، باسكو ما ينجموا واش ينجموا الناس يقتلوهم الناس، ولا ورجعوا الاعدام كي بكري، ولا ورجعوا الاعدام اللي يكون يحكموا امراه مع راجل لبرا وما يكون لهاش، يعدموهم في الساحه، رجعوا الاعدامات في الساحه كي بكري، راح يرجعوا كيما كانوا بكري وخلاص. دونك مصيبة كبيرة صابت هذ الناس هذو الإسلاميين والمسلمين في هذ الدواعش وفي هذ الدعشيات اللي مساكن راهم قاعدين يتألموا وراهم في جهنمة، راهم في جهنمة نتاع الدنيا، باسكو الجهنمة نتاع الأخيرة على بالي بلا نكاش، ما كان لا جهنمة نتاع الأخيرة، ما كان لو باغادي نتاع الأخيرة، لو باغادي نتاع الدنيا راهو موجود، أو فيه ناس راهم متنعمين وراهم يتنعموا في الباغادي تاع الدنيا، وكما قال واحد والدواعش راهم ديجا رجعوا لو باغادي هذا، رجعوه كيف اسمه لونفيغ، سي لونفيغ كما قال واحد، رجعوه كيما هاد الدواعش هذو الطالبان اللي رجعوا لي زافغون، رجعوهم دواعش. وواحد الوقت كانوا تحت لي سوفيتيك كانوا لاباس عليهم، كانوا لاباس عليهم حتى نجوهم هاد الناس هادو الله غالب. انا كون جيت من بين منهم بطلي هادو لي زافغون لازمهم يخرجوا، هذا ما كانش لازمهم يديروا رواحهم حتى يروحوا للبلدان اللي بحذاهم هذوك، وبالطرف بالطرف 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 حتى يخرجوا ويهربوا خلاص، يخليهم هما ياكلوا بعضهم كيما قال واحد، هما راهم يقعدوا يدوروا على بعضهم، ما تقلقوش رواحكم، شفوا تشوفوا على الفيديو هذه، شفوا تشوفوا على الفيديو هذه اللي قلت لكم، هذا الطالبان وهذا الاسلاميست هذو راهم نهايتهم ياكلوا بعضهم، يخشوا في بعضهم ياكلوا بعضهم، فوالا. الي اتو تيلور ان شاء الله في اون اوتر فيديو.